خلينا نتنقل مع حضرتك لموضوع التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة وجهد مشترك ممكن تلعبه مصر وأمريكا لإيجاد حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتسوية معتمدة على فكرة الدولتين. إلى أين وصلنا في هذا الأمر؟ وهل زيارة اليوم تعد يعني لبنة جديدة في هذا الطريق يعني؟ نعم، يعني هو بالفعل نؤكد دائما أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسمن ما تقوم به مصر، وهي تعلم جيدا ما قامت به مصر مؤخرا من أجل إنهاء الحرب التي دامت 11 يوما متتاليا على قطاع غزة، والجهود التي قامت بها مصر في بعد ذلك من خلال مبادرات سواء للمصالحة ما بين خاصة ما بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين وهما فتح وحماس، أو مبادرة إعادة الإعمار، تمثل ذلك وتجسد صراحة في الإشادة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن لما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إنهاء الصراع في قطاع غزة والضغط على الإدارة الإسرائيلية، خاصة عندما نذكر بالمناسبة أن يعني الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق حرص أو كان يريد أن يضغط على الداخل الإسرائيلي الداخل الفلسطيني من خلال الحرب الأخيرة في محاولة لأن يستمر في أن يكون رئيسا للوزراء في الفترة القادمة، وإن كان أعتقد أن نفتالي بنت يعني هو الذي جاء مخيبا لأمان بنيامين نتنياهو، وبالتالي أعتقد أن الدور المصري كان ولا يزال دورا هاما خاصة في ملف القضية الفلسطينية. دعني أؤكد للمشاهد يعني شيئا مهم، أن مصر كانت في أوج أزماتها إبان ثورة 25 من يناير منذ 10 سنوات مضت، كانت بالرغم من المشاكل الموجودة في مصر إلا أن القيادة المصرية في ذلك الوقت أيضا كانت يعني تحرص على أن يكون هناك تنسيقا ما بين فتح وحماس في تلك الفترة، وبالتالي هذه رسالة للعالم كله أن الأزمات أن الموقف المصري مساندا دائما للقضية الفلسطينية حتى في أوج الأزمات. فما بالنا الآن والسياسة المصرية تسعى سعيا حسيسا لأن تحتضن هذه القضية، قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية، وبالتالي العالم كله بما فيهم القيادة الأمريكية تعي جيدا الدور الهام الذي تقوم به مصر فيما يختص القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا دكتور إمام، شرفتنا، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. دكتور إمام غريب الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا، وحضراتكم ألف ألف شكرا على وجودكم معانا طوال هذا الأسبوع، ونراكم الأسبوع القادم في حلقات جديدة من مساء الخير.